يقف أبو يحيى مطولاً أمام المنتجات قبل شرائها، فالأسعار تتغير كل يوم تقريباً، كحاله الذي تبدل عندما تآكل راتبه بفعل انهيار الليرة. لك مضطر يحضر، انا بدي حالي لاولادي يعني، بس لما اشوف اللي صاروا هدول لانه ما عامل حساب كثير. تتعاظم المهمات امام وزارة الشؤون الاجتماعية التي يعلن متحدث باسمها انها لا تستطيع تزويد المواطنين بمقومات الصمود الا جزئية. خروج المواطن اللبناني والشعب اللبناني من الفقر يحتاج إلى خطة متكاملة تتداخل فيها كل الإدارات العامة والوزارات المعنية مع المجتمع الأهلي والمجتمع المدني وأيضا المجتمع الدولي. إطلاق مبادرات إغاثية للعائلات الأكثر فقرا ما يزال متواضعا في المناطق الفقيرة. الحاجة كتير ملحة وكبيرة، ولكن الإمكانيات ضئيلة. إذا أخذنا هذا الشارع مثلا في 60,000 نسمة، نحن قدرنا نوزع 600 حصة، يعني ما بيعملوا شيء. معدلات الفقر تتخطى 60% بين اللبنانيين، ويعيش 25% منهم تحت خط الفقر المدقع. هذه هي الأرقام الرسمية التي تحصي عدد الفقراء، فيما يخشى أن تكون الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير. رحلة لا عودة من الفقر بدأت في لبنان. الهيكلية الاجتماعية في البلاد تكاد لا تلحظ الطبقة الوسطى، والسلطة يقولون هنا منشغلة بالتحديات السياسية بين فرقائها، غائبة عن مواجهة التحدي الأول وهو تأمين لقمة العيش للبنانيين. حسن خريس، العربي، بيروت.